ريكو القائد والزعيم الرئيس سادات وهو رايح مجلس الشعب، والشعب المصري في الشوارع، لقطات نادرة نادرة هعرضها لحضراتكم. شوفوا المصريين خارجين ازاي في الشوارع يحتفوا بالزعيم والقائد بعد الانتصار، ورايح يقول اول خطاب، خطاب الانتصار في مجلس الشعب. يا سلام، ربنا يرحمك قائد والزعيم، رحمة الله عليك، شهيد البطل الزعيم الرئيس سادات. تعال نشوف الشعب عمل ايه، نبص لقطة نادرة. العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. فقد العدو بمغفره توازنه الى هذه اللحظة. سعادت الامة الجريحة سرطانا. ان الواجب يقتضينا ان نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الامة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسلم.